طيب تعالوا نجرب عربيه اكل عامله قلبان عندنا في اسكندريه اسمها بنزينه. تعالوا بقى اوريكم انا جبت ايه من عندهم. ده بقى اول تيست من عندنا هو الموتزاريلا ستيكس، وطبعا لو الموتزاريلا مش اي كلام مش هتشد. الله 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 الله، صراحه طعمها رايق. تعالوا بقى نجربها بصوص السويت شيلي، اهو ده ظبط طعمها اكتر بكتير، لكن خلاها حراقه قوي. خش بقى على الوحش بتاعهم وهو البنز فينجر، وتخيلوا ده يا جدعان سعره 65 جنيه. الساندوتش ده طوله 40 سم، يعني بصوا قد وشي قافل ازاي. تعالوا بقى ناخد قطمه. بسم الله. اكتر حاجه عجباني في الساندوتش ده هو الصوص المحطوط عليه اللي هو اسمه سموك بنز، ده غير ان الفراخ متبله كويس. وبعدين الساندوتش يا جدعان حجمه عملاق جدا. انما ده بقى الميني بنز فينجرز، انتوا متخيلين ان ده مع فرايز وكولا سعرهم 60 جنيه. الساندوتش انا جربه بعده اسمه ستار بنز، ده طبعا عباره عن فراخ وبتاع وبعدين عليه رومي، وانا عملت عليه اكسترا موتزاريلا ستيكس. الصراحه منظره تحفه جدا، والحجم بتاعه يعتبر كويس جدا بالصوص السائل بتاعه. تعالوا بقى ايه ناخد منه قطمه عالميه. اه ده بقى اللي عجبني فيه ان هو تحس كده ان طعم الصوصات اللي فيه واضح كده، يعني تحس ان هو مش عايز ابقى شبه التنس، بس تحس ان هو جوسي كده وغرقان مليان كل حاجه انت ممكن تبقى بتحلم بيها. الفراخ كريسبي جدا ودي عجبتني قوي، غير ان الموتزاريلا الستيكس المحطوط عليه الصراحه ظبطت الطعم اكتر بكتير مما كنت متخيل. نفسي بقى في النص. خش بقى بعد كده على البنز تويستر، دي عباره عن فرايز عليها بقى البوبس اللي هي الفراخ خيارة كده عامله شبه الفشار، وعليها بيكن وتركي. تعال بقى ايه ناخدها كده ونشوف طعمها بقى جامد ولا لا. اتفضلوا بقى معايا. بسم الله. بص عباره عن فراخ حقيقيه ودي عجبتني قوي. البطاطس متبله كويس، بس اللي خدم طعم الطبق ده هو البنز صوص مع التركي، الصراحه تحفه. بما ان بقى الصوصات هم اللي بيعملوها من نفسهم، فتعالوا بقى نجرب البطاطس مع الرانش صوص بتاعهم. اهو الرانش صوص ده خدم الطعم اكتر بكتير مما كنت متخيل. من اكتر الحاجات بقى المميزه في المكان ده وبيتكلموا عنها كتير وهي الكورن دوج. انتوا متخيلين يا جدعان ان ده سعره 10 جنيه بس؟ تعالوا بقى نجرب اول حاجه بالكاتشب. بالنسبه للقرمشه فهي تمام. الهوت دوج اللي جوه بقى الكواليتي بتاعته الصراحه مثاليه. الميكس بقى كله على بعضه الصراحه عجبني قوي وكيفني، والسعر الصراحه في الجون. جرب بقى بالمسترد ده. واخر حاجه هنجربها هي الباربيكيو صوص. الباربيكيو صوص بقى هو اجمل طعم فيهم. الوحش اللي هنجربه بعد كده هو السموكي اند تشيز برجر، ده عباره طبعا عن البرجر والبيف والميلتد تشيز. ومن قبل ما اجربه الصراحه حجم البرجر مثالي جدا. اتفضلوا بقى معايا. اللي عجبني هنا بقى ان اللحمه بيور جدا، بالتالي طعم البرجر مع اول قطمه تحفه. العيش طري مع طعم البيكن مع طعم الجبنه الساحه والحركات والحاجات الجامده دي، صراحه الساندوتش ده من اكتر الحاجات اللي عجبتني في المكان ده. خش بقى على البنز دوج، وده عباره عن هوت دوج بس الصراحه حجمه حلو وسعره كويس قوي. تعال بقى ناخد قطمه. الهوت دوج او السوسيس اللي بيستخدموه الصراحه مثاليه.